تذكر. ابدا. كاميرا 3D هذه روعة. هذا يصلح للي تو متعلم سواقة، بيعرف شلون يشوف كل شيء بجنبه واضح وسهل، خاصة بالمواقف والأماكن الضيقة. شوفوا، أول ما أخذته من الوكالة عبوه فل، وكان معطينا الرينج 771. مشيت انا تقريبا مسافه 12 كيلو 13 كيلو، وصفرت لكم العداد بشوف كم يمشينا بالضبط ان شاء الله. بس ما شاء الله تبارك الله، شوفوا المسافه، يعني 760 او 770 ما هي سهله على موتر بهالحجم. وصفرت العداد انا هنا، بيجسمعي يومين وبشوف كم بالضبط عد يمشينا التانك باذن الله. مجرد ما نحط صوات بيصير بالشكل هذا، وخلونا نجرب مرة ثانية، نجرب تحضيره أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين وجدد منورين قناتكم. اليوم معنا تجربة سريعة البي ام اكس 7 2019، فئة جديدة بالكامل، وتعتبر أكبر وأفخم اس يو في اسطول سيارات بي ام دبليو. شكل جديد بالكامل، والواجهة الأمامية جاية بحجم كبير مثل ما انتم شايفين. الفئة اللي معنا هذه الانوار ليزر، جاية بعدستين مع اللد النهاري، وحجم الشبك اللي جاي بحجم كبير مثل ما انتم شايفين. طبعا في ناس ما عجبهم اول ما نزل شكل الشبك، وكلن يقول انه حجمه كبير. انا بالنسبة لي اول ما شفته معرض جنيف الدولي قبل 3 شهور كنت اشوف الصور، وكنت مثلك اقول انه شبكه كبير صراحة، لكن يوم شفته على الطبيعة دخل مزاج الموتر ما شاء الله تبارك الله، الشكل متناسق. ما راح يعجبك من اول مره وتشوفه بس صور، ليش؟ لانه شيء جديد علينا، فمع الوقت راح تتعود وراح يعجبك. مثل ما في سياره قبل انا صورت لكم بدون ذكر اسماء، كان اكبر ما فيها الشبك، وما في حساب بانستغرام اللي حط صوري يترق عليها. الحين تروح للوكاله تطلب منهم تبي نفس السياره، يقول لك انتظر 3 شهور. فدايم لا تقيس انت على السيارة من أول نظرة ومن أول صورة، انتظر فترة وبعدين يبي يعجبك. طيب، اللي معنا هذا 6 سلندر بحجم 3 لتر وبقوة 340 حصان، والعزم 450 نيوتن. التسارع من 0 إلى 100 6.1، يجي منه محرك 8 سلندر، وراح أصوره لكم إذا رجعت الوكالة تشوفونه على السريع. وفي فئة أقل من هذا وبعلمكم كم السعر، بس خلونا نستعرض هذا لكم بالكامل. اللي معنا هذا، ونبدأ أول شيء خلونا أوريكم الأنوار. شوف الأنوار الليزر بدأ تقريبا 600 متر، جاي على شكل عدسات وبشكل حلو وعصري، واللد النهاري ممتد. الشبك هذا للمعلومية في فتحات، إذا متى ما أحتر الموتر ولا حس أنه يبغى يدخل هواء داخل السيارة راح تفتح لك الفتحات اللي بالنص. اللي معنا هذا فئة تعتبر توب التوب، رادار، نقط عمية، تبي يخرج على مسار، 4 كاميرات وبروجيكتر. لكن أعطونا رأيكم بالواجهة الأمامية، ملفت للمنظر ما شاء الله تبارك الله، مستشعرات، حساسات أمامية وكشفت ضباب، راح أصوره لكم الحين. وهذه الجهة الجانبية، هو فيه كثير من البي ام الاكس 5 بس جاي هذا أطول، والجنط فيه أكثر من مقاس، وهذا عليه امكت، والجنط مقاس 22، والكليبرات جاي باللون الأزرق تابع الامكت، وهنا شعار الامكت، وهنا بعد شعار الام.
دايم شعار، وإذا قال لك عليه أنه أمكت يجي عليه زي الكت سبورت، وجنط يختلف ولمسات الأمكت المعروفة. إذا صار إمباور بيكون قوة الأحصنة أقوى، بالإضافة للشكل الخارجي. شوف المقابض الأبواب جاية بنفس لون السيارة وفيها إضاءات مثل ما أنتم شايفين، ودخول ذكي على جميع الأربع أبواب هذه الإضاءات. وإذا فتحت الباب تشوف الإضاءة، طبعا الإضاءة ما هي واضحة لكم، بصور لكم بالليل. خلونا نفتح الأبواب عشان تشوفون السيارة مفتوحة الأبواب. هذه جهة الراكب، داخلية باللون البني. أعطونا رأيكم بالداخلية، أعطونا رأيكم باللون. سلة علوية وسطبات خلفية LED وفي شاشات خلفية. الداخلية بنشرحها لكم بعد شوي. شاشات هذه بحجم 10 إنش. صراحة جميل. هذا طبعاً منور. إضاءات محيطية ب11 لون. وهنا عندنا اسطبات LED اكس درايف 40 اي 6 سلندر. الثمانية راح يكون 50. هذا شكله من ورا. مخرجين شكمان وخط النيك الجاي بالنص بشكل مرتب وجميل. واسم الفئة هنا. وعطونا رايكم صراحة التصميم الخلفي والجانبي كلهم جاي 100%. مخرجين شكمان جاي الاطارات حقتها مخارج باطار نيكل، وشنطه كهرب اكيد. واعذرونا على الحوسه. طبعا الغطاء هذا جاي زي ستاره زي الشكل هذا، وتقدر بنفس الوقت تفتح الباب بالشكل هذا وبتصير كذا. طبعا الشنطة بتعتبر مقاسة صغير لاني انا ما صفت المرتبة الصف الثالث، مجرد ما تصفت الصف الثالث راح يكون حجمه كبير. لكن خلينا نشوف وش عندنا بعد هنا. انا ودي اوريكم الحين اذا سكرت هذا فيه الهيدروليك. شوفوا وين الهيدروليك، هنا تنزل السيارة وترفع. وهنا عندنا ازرار كلها تتحكم في صفط المراتب، تبي تصفط المراتب بشكل سريع كامل او على مرتبة مرتبة، لك اكثر من خيار. خلونا نصبطه بشكل كامل. شوف طبعا كلها تقدر تصفطها وترفعها بكبسة زر. شوفوا بالشكل هذا كل اللي عندك كله كهرب، وتقدر تتحكم بالنص بعد، بصور لكم الحين بالنص. شوف صراحة دلع طريقة المراتب هذه، دلع. شوف حتى هذه اللي هنا تجيك بعد، والمسند ترفع بالشكل هذا. وهنا وش عندنا؟ هنا السقف كنتارا، وفي تحكم بالصف الثالث المكيف غير التحكم اللي بالنص. شايفينه؟ هذا التحكم كامل، درجة الحرارة وقوة الدفع وفتحات التكييف وين؟ هنا. شوف هذا على اليسار والثانية هنا. وعندك بعد مساحات تخزين، وفي فتحات حقت بعد إضاءة، حتى الإضاءة المحيطية عندك هنا وفي هنا. وهذه المساحة اللي بالصف الثالث بتكون ضيقة أكيد لأنه ما كثر شيء بركبون لورا البزران. طيب في إضاءات هنا وفي هنا بعد، إضاءة تعتبر قوية، لمبتين بس تسكرها بالشكل هذا. كهرب أكيد وتنفتح بالشكل هذا، تقدر تفتح القطعة اللي تحت بالشكل هذا. تصفط المراتب حقت الصف الثالث. هذه مساحة فاضية. وهنا عندك مساحة تخزين كبيرة. طبعا ما في سبير لأن كفرات رن فلات. وهذه الماكينة 6 سلندر توين تيربو بقوة 340 حصان والعزم 450 نيوتن. التسارع من 0 إلى 100 6.1 والجير 8 سرعات. والمعلومية الماكينة الجديدة لا على الـ X5 ولا على الـ X7،
نفس الماكينة اللي قبل بس طوروها وحدثوها وصارت أقوى عزم من قبل وأفضل توفير وقود من قبل. وهذا شكله الكبوت مفتوح. أوريكم الصف الثاني. طبعا صرفية الوقود تقريبا 12، بصور لكم حق الوكالة لأن هذه فكينا. طبعا دخول ذكي على جميع الأربع أبواب، والباب الراكب اللي ورا بحجمه ومقاسه أكبر من حق السواق، وفي رحابة ووسع هنا. طيب هنا أول شيء نبدأ عندنا ستارة كهرب، أزرار تحكم بستارة وسقف البانوراما، وتقدر تتحكم بعد بنافذة وستارة الراكب اللي على يمينك، وهذه ستارة إذا سكرتها. وخلونا نفتح، وتقدر تفتح السقف هذا وتقدر تفتح بعد السقف هذا. شوف فتحة جاية بالصف الثالث مثل ما انتم شايفين، والفتحة الكبيرة اللي فوق الركاب اللي بالصف الثاني والسواق والراكب. الشاشة جاية بحجم 10 انش وباللمس نفس الشاشة الأمامية. شوف تقدر تحكم فيها بالشكل هذا، حتى الجي بي اس يطلع عندك. شغل مرتب، الإضاءة المحيطية جاية هنا وجاية هنا ب 11 لون. التخشيب هنا بيانو بلاك. السماعات هارمن كاردن. بقول لكم كم عدد السماعات. كرسي تتحكم فيه كهرب هنا وهنا، وحطي لك مخدة على المسند بشكل فخم. وهذا السقف كنتارة، وإذا بغيت تقدم المرتبة تقدمها بالشكل هذا، تجيك كذا كل شيء بكبسة زر. وإذا تبي حتى السواق، جهة السواق تقدر تقدم بعد، تقدر تتحكم فيها. شوف تقدم وترجع بالشكل هذا، وفي عندك أكثر من خيار. طبعا تقدر تنصرط بالشكل هذا، تخلي اللي يبي يركب ورا يركب، وإذا بترجع بالشكل هذا على السريع. والتقديم وترجيع من هنا. طبعا هي ترجع إذا تبي، إذا ضغطت على هذا بترجع تقدم، وانت اذا تبي بعد زياده من هنا. وفي تكايه بالنص، محاملك فيه هنا، محاملك هون، وهنا عندنا مساحه تخزين، وهنا تحكم المكيف ومدخل سيدي وحق السماعات ومخرج 12 فولت وتايب سي الجديد حق اليو اس بي الجديد. وهذا شكل الطبلون من ورا. أزرار كلها تحكم بالإضاءة، وتحكم بوضعية المراتب لا يقل عن 14 وضعية، حتى المراتب تقدر تضمك مع اليمين واليسار. المراتب جاية بقصة دايما كات فوق بلون بني مثل ما أنتم شايفين. وهنا تحكم بدركسون كهرب، وهذه الأنظمة راح أشرحها لكم. رادار تبي يخرج على مسار، كل أنظمة الحماية والسلامة موجودة. والشاشة جاية بحجم 12 إنش. خلونا نركب ونصور لكم الباقي. خلونا نجربكم تسارع، وبفصل اول شيء زر مانع انزلاق، بحط لكم معدادات الرياضيه اللي هي هذه. وعندنا طول العمر والسلامه، هنا وضعيات القياده، وبفصل زر مانع انزلاق بالشكل هذا. طبعا هذا سبورت، ونقول بسم الله. صفر إلى 106.1. عجبني صوت إكزوز ما شاء الله. أعطونا رأيكم بالصوت. طبعا مجرد ما تحط سبورت الصوت بيقوى، والإمبير يرتفع، والنمرة تشد. فما شاء الله تبارك الله، صراحة عزم 340 حصان.
لا توتر عليك. تبي تخليه تبديل يدوي من وين؟ من هنا من الام تقدر تخليه خلاص مع الشق. انت تقدر تغير بالتبترينك بس، لكن بالاس العادي لا، راح هو يغير. تبيه يدوي مثل ما قلت لكم كذا، يصير عليه ام بالشكل هذا والموتر بكذا زاويه وبكذا مكان. تعطونا رايكم. طبعا انا رافع الهيدروليك لاعلى شيء. الموتر تقدر تطلع بالالبر تروح روحات خفيفه، يعني بهالمبلغ هذا روحات ثمام العذريه زي هالاماكن القريبه ما عندك مشكله. وفي وضعيات القياده شفتوها انتم الفرود والحجر والاشياء الثانيه، اعطونا رايكم. ما شاء الله تبارك الله. الالوان بالنسبه لي انا دائما احب الالوان الفاتحه، جايبني اللون الابيض. بصور لكم الابيض بالوكاله معروض عنده في فئه اقل من هذا ما عليه امكت، سعره تقريبا ب 430. مخارج شكمان اثنين وجاي بشكل كبير صراحه روعه ما شاء الله. طبعا ما اخفيكم صراحه على هالجنط وهالعزم ودي اجربه بالنفود، لكن الجو حر. ان شاء الله بشتي حصلنا الفرصه نجرب لكم بالنفود. احس الموتر طرب بشكل مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. طبعا وبشكل عام يا شباب المعلوميه زي المواتر هذه يعني ب 460 الواحد تلقاه بيخاف او انه بيتحسف انه يدخل فيه للبر. بس انت اذا اضطريت انك تروح للبر ولا تدخل للبر، فيه نظام الافرود موجود عندك حق النفود الصحراء والاماكن الوعره كلها هذه موجوده. وبالنسبه للراحه الجرد مريح الموتر اذا انت حطيته على الكومفورت ولا الايكو ولا الوضعيات الثانيه غير سبورت، مريح بالبر ما عندك اي مشكله. والمطب بشكل عام مطب دائم الجنط كل ما يكون جنطه كبير يكون مطبه قاسي، فهذه لازم تحط ببالك. بس الموتر بشكل عام ما شاء الله تبارك الله مريح ورايق وناعم بشكل مو طبيعي ما شاء الله، مع انه حجمه كبير بتشوفه من برا انت تقول هذا حجمه كبير شلون سواقته وتصير ثقيله وبتحس انه في غثه. لا 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 ابد كانك تسوق سياره صغيره صراحه، ممتع بشكل واضح ما شاء الله تبارك الله. شوف اذا فتحت الابواب الانوار شلون ما شاء الله تبارك الله. هذا اول ما تفتح الزر، اذا سكرت ما شاء الله. سكر خلونا بوريكم الداخلية الحين، بس بطفي السيارة عشان تشوفون الإضاءة والرسائل الترحيبية اللي أول ما طفي السيارة. ستارت وين؟ هنا شوفوا جاي بالأطراف كأنه كريستال، شايفينه؟ إن شاء الله واضح لكم. طيب إذا طفيته وش يكون بالطبلون؟ طيب إذا طفيته وش يصير بالطبلون؟ ويصير بالشكل هذا. وإذا فتحت الباب طبعا تقدر تختار اسمك وتكتبه هنا وتحط الأشياء اللي تبيها بالضبط، ذاك تخزين مراتب التعطيل كلش يصير على اسمك هنا. لكن خلونا تشغيل
ثانية. مجرد ما تفتح الباب بيجيك بالشكل هذا. يا عيني. خلونا نشغل. بسم الله. لأن مختار الوضعية اللي هو حاط على اسمه أبو بندر على طول يرجع لك التركسون والذاكرة تخزين المراتب والأشياء هذه كلها عارفينها. هنا ذكرت لكم كل شيء، وهنا بعد تقدم المراتب للصف الثاني، وهنا تقدر تقدم المرتب حقة الراكب، وقفل المركزي هنا، وزر التحكم بالنوافذ كلها جاية هنا، والإضاءة المحيطية هنا، السماعات هارمن كاردن. طيب خلونا نجي هنا، هنا يا طول العمر والسلامة اللي هو الليمت الرادار، وهنا تقصر وتبعد المسافة بينك وبين السيارات، وهذا المود بعد تابع للرادار والمثبت السرعة. وهنا أزرار تتحكم بالشاشة، والشفتر جاي هنا، وهذا الشفتر بعد، وهذا تقدر تغير بالعدادات والأرقام اللي تحت مع اللي هنا. شوفوا تجيك بالشكل هذا، هنا الكيلو كم مشيت، شوفوا أنا كم مشيت من يوم صفرت ذاك اليوم 200 كيلو هنا، نشوف إيه هذا 200 كيلو. طيب وفي هذه اللي أقول لكم الثانية، إذا أنت بتغير بيجيك بالشكل هذا، الجي فورس والأشياء الثانية حق النيوتن والقوة، وهنا حق الراديو. بس هذه الأشياء تقدر تغير بالطبلون. أنا بيني وبينك صراحة تمنيت لو إنه في مرونة أكثر الطبلون، تغير الثيمات و زي بعض الشركات. شعار الأم هنا، وهذا دركسون بشكل عام، وهذه الشاشة بحجم 12 إنش. طبعا أنا شارح لكم شاشة LX5 وهي نفس الأنظمة بالضبط، تزود أو تنقص بعض الأشياء، بس بأخذ لكم على السريع. طيب نجي، طبعا لمس هي المعلومية، هذه الجي بي اس، وهذه تقدر تقسمها تخليها بثلاث تقسيمات زي مثل ما أنتم شايفين. نضغط هنا نوفيكيشن، نطفي النور وشوف شو وضعه، يطلع شكل أفضل. هذا حق الخريطة، وهنا حق السيارة، هذا حق الميديا. بدخل لكم أنا أي شيء على السريع، جيك بالشكل هذا. خلونا نرجع مرة ثانية. لم حق إعدادات السيارة، هذه اختصارات للنافيجيشن. شوف معلومات القيادة بتجيك بالشكل هذا، بيانات الرحلة، استهلاك الوقود، وكل الأشياء هذه يبين لك. إعدادات الرياضية شفناها وقت التسارع. هنا الأفرود، هذا حق الأفرود بيبين لك ميلان السيارة وارتفاع السيارة وكل شيء بيبين لك هنا. وحتى الكاميرا تقدر تختار وتشغله، تشيك بالشكل هذا علشان إذا دخلت مكان وعر ولا حسيت إنه في دخلة بين الجبال ومكان ضيق، تقدر تشوف الكاميرا وتختار الزاوية اللي تبي. شوف تشيك بالشكل هذا، أو تبي هذا، أو تبي هذا، ثلاثي أبعاد، وتعتبر خمس كاميرات، نفس البي ام الاكس 5. طيب خلونا نرجع، تدفق الطاقة هذا يوريك شلون اللي هو قوة الدفع والدعسات اذا انت مشيت. طيب خلصنا، خلنا نشوف وش في بعد. حالة المركبة هذا حق ضبط التحكم، مستوى الزيت، نظام حق مراقبة الاطارات بيجيك بالشكل هذا. وعندنا هنا الاعدادات، أنظمة مساعدة السائق تقدر تتحكم فيها، السلامات والتحذير زي كذا، أنت تطفي وتشغل تحذير مبكر، متوسط، متأخر، كل الأشياء هذه تحكم وتحط الشيء اللي تبي. مساعدة كاميرا التنبيه، هذا اللي قلت لكم الكاميرا اللي هنا شايفينها هذه راح اشتغلت باللون الأحمر. هنا زر راحة مساعدة التوجيه من خلال كاميرا التنبيه، هذا إذا شافك ينبهك ويعطيك وتشوف إذا أنت دايخ ولا فيك نوم ولا شيء فيعلمك وينبهك. تنبيه وجود حركة المرور، كل الأشياء هذه تقدر تعلمها بيومين أو يوم بعد. الشاشات، هذه الشاشة طبعا هنا تقدر تتحكم ببروجيكتر، البروجيكتر هنا هنطفي النور عشان تشوفونه. شوفوا هذا البروجيكتر تقدر تتحكم فيه بتركات يطلع لك، شوفوا تقدر تتحكم فيه بتركات يطلع لك حق الجي بي اس وكل شيء. طيب نكمل هنا، يطول العمر والسلامة على السريع لأنه شكله بيطول الفيديو، لكن ما وش نسوي، ما بريد حيلة، أنا دائما أصور لكم كل شيء تبونه بالضبط.
طيب هذه اللي رأيتها خضار بنفسجي 11 لون شايفين، وعندك شدة الإضاءة ما شدة الإضاءة، الرائحة التكييف المريح، تزامن في عطر طبعا بيجيك بالشكل هذا، خلنوريكم بعد التدفئة هذا العطر. إذا أنت في أشياء ما عرفتها بتدخل دليل التشغيل بيبين لك كل شيء، هنا في فيديو زين لك ويعلمك كل شيء. شوفوا الحماية الفعالة، تحذيرات الصادم، هذه كلها مبينة لكم وشارحة بال شو اسمه الاكس 5. نظام التوازن الديناميكي دي اس سي يمنع دوران عجلات الدفع بشكل مفرط ويتعرف على حالات المركبة غير المتزنة لمركبتك. كل شيء يوضح لك بدليل التشغيل، ادخل عليه بيعلمك كل الاشياء اللي انت ما راح تعرفها. لكن خلونا نشوف وش باقي بعد، توزيع المقاعد، راحة المقعد. طيب كل الاشياء هذه موجودة وشارح لكم بالاكس 5، بحط لكم الرابط تشوفونه. وعلشان ما يطول الفيديو لاني تكلمت كثير عن السيارة وشرحت لكم اشياء كثيرة، فيه الاوتو بارك وفيه النظام الجديد اللي اذا انت دخلت مثلا في مواقف ضيقة ومشيت 50 متر ولا قدرت ترجع، بس تضغط وتشغل النظام هذا راح يرجعك نفس ما سويت بالاكس 5. وبحط لكم انا الفيديو حق الاكس 5 تشوفون الطريقة بالضبط شلون. هذه مساعدة الرجوع الخلف، اذا انت ضغطته يبي يرجعك الاخر 50 متر، وانا مصورة لكم هذه ومجربة. لكن هنشوف اذا رجعنا، شوف الجرنط مفتوح، شوف راح نرجع من حاله. شايفين رجعان لاخر نقطة اللي داخل من عنده، شايفين. بحط لكم المقطع حق شو اسمه الاكس 5 لاني نزلت وصورت واحد من الشباب وهو يرجع الموتر، فيرجعك اخر 50 متر. خلونا نكمل الشاشة شرحنا لكم، خلونا نحطها للهون. فتحات التكييف يعني هذا التصميم الجديد البي ام لاغلب سياراتهم سواء الفئة الثامنة او الاكس 5، يعني صار اجمل من اللي قبل. فتحات التكييف جاية بشكل معين وحاد، وهنا قريبة النكشة زي نكشات الكريستال بس ألمنيوم، وهذه شاشة صغيرة المكيف يبين لك قوة الدفع وإذا انت نزلته. طبعا شوف الطفاة، خلي بشغل مرة ثانية عاد حرم موت الله يرحمنا برحمته. وهذا الزر حق الحماية والسلامة للسيارة اللي يعطيك مع كل جهة، شايفين هذا شغلت لكم قبل. وهنا الازرار تحكم كل بحقتهم مكيف مع التبريد والتسخين للسواق والراكب. وهذه اختصارات للشاشة، تطوير وتقصير. وهنا عندنا التخشيب جايك بلون بني غامق على شكل تخطيط، الاضاءات جاية هنا وهنا. واذا فتحت هذا في عندك شاحن وايرلس، هذا هو شايفينه، ومخرج يو اس بي وحامل اكواب مع تسخين وتبريد. ونجي هنا للجير الكريستال، شوفوا شلون صراحة فخامة شكل الجير. شوف حطوا لكم كذا زاوية مع شعار الاكس هنا، شايفينه؟ خلوا طفي النور عشان تشوفون احسن، شوفوا شلون جاي. وعندنا هنا زر فاصل مانع انزلاق، وهذا الكاميرا والاوتو بارك، وهذا الاوتو ستارت، وهذا ستارت، وهنا سبورت كومفورت وايكو وانديفيدوال اوتو هولد، الجير 8 سرعات، جرانت كهرب، زر المحدرات، وهذا وضعيات القيادة حقة الأفرود أصور لكم الحين. وهذا الهيدروليك اختصارات حقة الشاشة، وهنا تقدر تتحكم بعد بالشاشة تروح بيمين ويسار والفرار وتضغط زي كذا. وهنا الأوبشن عاد هو الأشياء الثانية. وهنا يا طويل العمر والسلامة بنرجع الحين ونوريكم وضعية القيادة حقة الأفرود. هذا التكاية اللي بالنص فيها مخرج يو اس بي الجديد وجاية بحجم كبير، سكرت على السلك حق التلفون. وهذه وضعيات القيادة حق الأفرود، شايفينها؟ 5 وضعيات، الحجر والصحراء والثلج. طبعا مجرد ما تغير من الوضعيات راح يرتفع الموتر. شوفوا هذا وتجيك هنا بالشاشة، شوفوا هذا سنو اللي هو الثلج. وخلونا نشوف الثاني بعد، وهذا يا طول العمر تعديل المركبة المثالية للمناطق الوعرة السهلة،
يعني في شيء سهل وفي شيء وهذا للصعبة. شايف ايش مكتوب؟ وهذا حق الروكس اللي هو الحجار، شوفوا يرتفع الموتر وينزل. وفي هيدروليك بعد، في هيدروليك برفع لكم الحين ونشوف الى وين ينزل. انزل وشوف. طبعا عندنا هنا الاضاءة المحيطية، وطفي اللون، طفي اللمبات عشان تشوفونه، وقفل مركزي للراكب وذاكرة التخزين بعد، ارباقات امامية وجانبية اكيد، وهذا الدرج. الاضاءة المحيطية جاي هنا شايفينه، وهنا فوق خطين على الطبلون وعلى الابواب. والاضاءة حق السقف هذه جاي باللون الاصفر، ولو تشوفون التخطيط شكل الاضاءة نفس تخطيط الاضاءة الخارجية. بفتح لكم الباب تشوفون الحين. شوف الاضاءة الترحيبية بتجيك زي كذا، شوف هنا الشكل هذا، نفسه بام الفئة السابعة. وفي اضاءات بالمقابض حقت الابواب، واذا فتحت بالشكل هذا الاضاءة تصير قوية بدون رسمة او شعار. وهذه الإضاءة الداخلية، افتح لكم الباب ورا وبشغل لكم الشاشة. الشاشة بحجم 10 إنش، ونفس الأنظمة والأشياء اللي شرحتها لكم داخل الشاشة الأساسية، تنقص بعض الأشياء. جاية بالشكل هذا، تقدر تتحكم بالمكيف وتقدر تتحكم بالإضاءة. صراحة دلع. هذا الهوم، القائمة الرئيسية لمس طبعا، التحكم الخلفي هذا المكيف، والسقف الإضاءات لون أصفر فاتح، وهذا هو الأبواب مفتوحة ما شاء الله تبارك. شوف الأبواب تشر بلون الأحمر علشانه مفتوح. نفتح لكم الشنطة، شوفوا حتى إضاءة الشنطة قوية. والجوانب بعد الجهة الثانية، مصطبات خلفية الإيدية طبعا، إضاءات خيالية صراحة. شوفوا دقة الكاميرا، في سيارتين على اليمين ولا على اليسار، أشغل لكم الضوء، صراحة روعة. زيادة شوف يعلمك كل شيء. ارجع، ابداع الكاميرا توب التوب. طبعا في خيارات كثيرة بالكاميرا، تعطيك 3D زي الشكل هذا، هنوريكم الحين ونطفي النور احسن. شوفوا صراحة دلع. شوف 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 شوف، خمس كاميرات المعلومية و 3D، ما شاء الله تبارك الله. الحين بريوس بتشوفون شلون السيارة اللي تطلع يمين ويسار. ابداع كذا، تختار صف المركبة، محطة غسيل المركبات، وش هذي يا عيني. وهنا حق اذا بتختار 3 الى بعد، وهذا حق صف المركب اللي هو الاوتو بارك، نوقف اصلا بالمواقف. لكن يا عيني خليها من الجنب هنا ولا من ورا، خلونا نختار الزاوية هذه احسن.
تمشي بالشكل. طبعا اذا سرعت اكثر راح تطفي. تشوفون شكل السيارات الحالي. هذا اللي جايك باللون الاخضر حق المستشعر. شوف اللي قام موقف. شوفوا اللي يقول لكم، انا تكلمتكم عنه اللي فوق، هذا مستشعر للسائق، يعرف اذا انت نمت ولا ما انت مركز فيعطيك تنبيه. لكن خلونا نوريكم الحين تنبيه حق التصادم حق الرادار. الرادار تنبيه حق التصادم، اول شيء اذا بغيت تشغل الرادار المسافه من هنا. تنبيه حق الخروج على المسار ويعطيك شبه قراءة ذاتية وبيشتغل لك وين هنا على البروجكتور. والحين بتشوفون إذا أنا قربت السيارة قدام وش راح يطلع لي. خل بقرب لكم شوفوا. طول المسافة علشان يعطينا التنبيه ويهدي. رادار تفاعلي معروف زي مثل بعض السيارات. شوفوا حتى الحين التنبيه خروج على المسار لو تطلع راح يرجعك. شغل مكيف لانه شوف يعطينا التنبيه الحين يقول امسك الدركسون. شايفين باللون الاصفر، اذا طولت راح يعطيك باللون الاحمر. شوفوا حتى الرسمه حقت اليد طالع لك. شايف شايفين يقول امسك يا الحبيب. شوف جاب اللون الاحمر، اذا ما مسكت خلاص بيفصل. والرسمه حقت السياره اذا انت قربت بيطلع لك هنا على الطبلون، بيطلع لك على بروجيكتر. خلي قرب سيارة عشان تشوفها. بطفيه وشوف شلون يطلع. حتى بدون رادار تنبيه التصادم يعطيك تنبيه ذكي. كل ما تقرب كل ما تطلع لنا شايفينا، تطلع لك هنا عشان السيارة قدامك على بروجيكتر. يعني في رادار التفاعل وتنبيه التصادم الأمامي والخلفي. في حزمة أمان جديدة تعتبر نزلت على الفئة هذه وعلى الإصدارات الجديدة من سيارات بي ام، ومستشعر للسيارة من يمين ويسار ومن قدام وورا مع كل شيء من كل الجهات. شوف الحين قام يعطيني تنبيه يقول امسك الدركسون. شوف ما راح امسكه بشوف يعطينا. شوف الإضاءة جايب لنا الأصفر، أعطانا لون أحمر. فصل. شوف ضرب فرامل ووقف على طول يوم شاف إنه أنا ماسك الدركسون. قلت لكم العزل، التبديل، العزل الفوقي الأرضي، كلش تمام ما شاء الله تبارك الله. بس السعر هو اللي أنا أشوفه لو يكون سعره أقل من كذا بس، او في فئات تبدا باقل من 430 ممكن نشوف انه كويس. يعني هذه الملاحظه اللي انا لاحظتها. وبس سلامتكم الغالين، ان شاء الله اني ما نسيت شيء. واي شيء تبونه او ملاحظه او سؤال اكتبوا لي تحت بالتعليقات ارد عليكم باللي اقدر عليه ان شاء الله باذن الله. في امان الله وبحفظ الكريم.